السلام عليكم حشوة، معكم ميوفا، واليوم جبنا قطع جديد من لعبة دارك سولز 3. مقطع اليوم هو المقطع المنتظر، الانتقام من ملك الشياطين بعد ما أذاني نفسيا في الستريم، بس مش مهم لأن اليوم راح نغلبه. أول شكرا كثير على الدعم في آخر مقطع بعد ما غلبنا بونتيف، واعطتوني كثير تعليقات مفيدة، بس أول تعليق شفته والأهم إنه روحه على الفاضي، فأنا راح آجي وآكل روح بونتيف اللي هي هذه، راح اكل روحك لانه اصلا بديش سلاحه وهو على الفاضي، فخلينا ناكل روحه. بس 12000. نصايح ثانيه اني لازم اجيب ايتم من عند الابيس واترز وإشي اني عشان اعمل انفيوز للسلاح مع برق لازم اجيب ايتم واعطي للحداد، كل هالاشياء راح نسويها، بس اهم إشي لازم اول إشي نقاتل ديمون كينج. اعطوني نصيحه برضه، لازم اطور الستامينا، فرح أصير أطور الستامنا والسترينث في نفس الوقت. كثير ناس حكولي ليفل لساته صغير 49، بجوز لأني بعمل سكيب لكثير أشياء وبس بكاتل البوسز، يفترض يكون ليفلي حوالي 60 حاليا، بس مش مشكلة يعني طالما أني لساتني بفوز وحاس أني مش قاعد بنشمك بشدة، حاس أني لساتي ماشي منيح. أوكي، عشان كاتل ديمون كينج هو بيستعمل فاير، فأنا بفضل أحط الدروع ضد الفاير كمان مرة. في نصيحة كانت بعد ما اغلب الديمون كينج احط فاير جيم، اخلي يعني سلاحي ناري، بس صراحة انا اللي بفضل اخليه برق، ويعني ما بعرف ايش احسن، نار ولا برق، مش متأكد 100%. طالما اني ما راح استعمل شيلد في قتالي ضد الديمون كينج، فراح احط الشيلد اللي بزيد الستامنا اللي هو هذا، ممكن احطه على ظهري عشان اضل اخذ الستامنا، بس يعني ما اضطرش يكون حامل لانه على الفاضي. ديمون كينج، اوكي هلا راح يضرب النار. اوكي هذه الحركة المزعجة اللي بضل اخربط فيها، هذه الحركة المزعجة اللي بضل اموت منها. اوه هذه هي، مشكلة بتعلق تحته، شايفين معلق تحته اقدرش اطلع، ايش هاي؟ الكاميرا هي سلاحك في هذا. اوكي مسعود ضربه 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 ضربه. وات؟ اول مره بشوف هالحركه، هي حركه واحده بس المزعجه حرفيا. بعرف انه ممكن استعمل امبر واستدعي ساحر بيساعدني في قتالي ضده، بس ما اتوقعش انه بحتاج، الا اذا يعني بلشت افقد الامل، ف 100% بستدعي ساحر يساعدني اذا فقدت الامل. الكاميرا الكاميرا رجاء، الكاميرا الكاميرا ضد هذا البوس اشي مش طبيعي. اوه ماي جاد هاي الحركة. اوه لا 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 لا، مش شايف. خلص، نايس، خلص الهيلينج تبعي. النار رجعت. ايش هاي؟ في عنده حركة ثالثة؟ عنده 4-5 كومبو؟ وات؟ نايس. من وين الكومبوز الجديدة؟ من وين؟ أنا بعدت. كمان؟ لا أوكي نايس. ضربتين هو كل بيحتاج عشان يقتلني. طلع. 1-2. حاس هيك اسرع، لا بتخيل، حاس هيك اسرع. وات؟ من الله، اول مرة اوكي ما تجنبناهاش. اوكي تعرف لو كان الوصول لك صعب كان صدق ما غلبتك. واو اوكي نايس، يو جات ات تشيف.
اوتشي داوتشي. لا 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 الرحمة. ولا نايس اوكي مش شايف اوكي فكرت هذا راح اموت بعدت بس ايده ضخمة انا غبي اوه شت مش شايف اوه ماي جاد من الله ما نصبت فيها هاي شت لا اوكي زي دايما وات لا كمان مره يا اخوان هات نصدش وقتها هل ايش قاعد بسوي؟ ايش قاعد بسوي؟ ابعد 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 ايش قاعد بسوي؟ وات؟ لحظة انهزم؟ يس! ليتس جو! ايزي وينز! أنا هسه الديمون كينج! ها يس! يو بيس اوف شيت! ما كانش عندك فرصة ضدي! انتقمت 25,000 بس يعني بطور مرتين اتوقع بس اظن روحه برا خلينا نروح شو بتسوي روحه يس بويز الديمون كينج يا اما اسوي يا اما اشي سحر بستعمل اشي سحر او هاي الضخمه لا هاي بدها لك وبدها فيث لا بدها لك لا بدها فيس وانتليجنس و سترينث يعني انا بلعب سترينث بس اظن هذا برضه سلاح ثقيل وانا بستعملش اسلحه ثقيله راح اكل روحه ما بهتم لو هذا كان اقوى سلاح في اللعبه راح اكل روحه لهالزفت راح اكل روحك ولو كان اخر اشي بسويه في حياتي وين روحه كلها لروحه يس 35,000 مش بطال حكينا نزيد السترينث كمان شوي بس كمان واحدة شت اوكي اندورنس سترينث اندورنس خلص نايس اوكي معي 5,000 وحاسس اني اذا متت راح يروح على الفاضي فراح اشتري فيهم امبرز اوكي هلا بدي اروح على المنطقة اللي قبل الابس واتشرز عشان في واحد حكى لي في ايتم كنت بدي اياه نسيته هناك ولا شيء هاي المنطقة كنت بكرهها كثير عشان هذول الخصناص اوه صرت بقتلهم 3 ضربات حلو انت اوكي يلا نجرب
ما بيدمجش بالمرة هذا جد؟ اوف صار ضعيف كثير. Great Magic Weapon ما بعرف شو هاي. فكر حالك قوي. واجهت ايش اقوى منك بكثير صراحة يعني. Sellsword Twin Blades سيفين Faron Call ايش هذا؟ اوكي اتوقع هذا هو يعني. ما فيش اشي خطير هان. اتوقع هذا الايتم اللي حكيت لي عنه. اني بدي كول عشان اطور سيفي يعني. هذا اللي بصير لما تصير ليفل 100 وترجع على منطقة قديمة تكاتل وحوش ليفل 5 ولا اشي. كيرس طيب بتموتش ما بتموت. وات؟ اه حلو هذا الضخم. اوكي بون. اه كان في ايت انا غبي. اوكي لو اروح عليك بعطيك الفحم. شارب هيفي فاير. اوكي عندي الفاير بس لسه فيش عندي البرك. اوكي لازم اجيب واحد ثاني. على فكره هاي الطريقه مش بطال انك تلم سولز يعني. اجي هان استريح بعمل ريست بعمل ليف وبرجع الوحوش بقتلهم وبسوي نفس الاشي. بجمع السولز بسرعه خاصه هدول الوحوش ضعاف. نزيد السترينث اعمل كونفيرم. هلا نرجع لعند بونتيف ومن جهته نمشي في طريقنا. صار منطقة حلوة كثير. وات ذا هيل؟ من وين اجيتوا انتو؟ نو 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 ارجع 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 ارجع. اختفت. وهذيك اختفت. يو سيريس؟ اوكي عملهم ريسبون كمان مرة. بيرجعوا صح؟ تحكيش راحوا علي. تتخوس السنتين راحوا علي. بجوز ما رسبنوا. خلينا بكره حالي. بهتمش. ما بهتم. اوه ماي جاد. لك عب عوي. اه نايس واحد كبير منهم معه سيف برك. اوه ماي جاد بدمج للسما. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد بدمج للسما. اوه روح امبر. اوه شت. هاي وات المبنى كله بتحرك. أو مين هذا؟ هذا الملك. أول ملك صح؟ نسيت اسمه. ملك جوين توقع. لورد أوف فاير أو هيك شيء. لورد أوف سندر. كعب أطلع لفوق صح؟ أوه لحظة. أوكي مش من هان مسعود. اوه هالمنطقة يذكرني في دارك سولز 1. اوه في باب. اوه في باب. في بون فاير. اوه هاي منطقة جديدة. اوكي اوكي كل بداية بنركض. اوكي في ايتم هناك وفي اظن في طريق في باب. بعرفش اذا بيفتح بس. هلا وسهلا. اوكي انت قوي اللي بقدر اركض لك. بقدر اركض لك. مش قوي كثير يعني بس لازم اجيب عليك ستاجر صح. اوكي شت الرحمة. اوه ليش هلتي هيك؟ البرق البرق بيدمج. ماي جاد البرق بيدمج رغم كل شيء. موت يا اخي. بيس الشت حيوان. هالباب بيفتحش اتوقع. اه بس انا مش مبين فيه كثير وحوش او الوحوش مش مبينه شريره. انت ميت ولا جاينت سكول؟ لحظه هذا فحم. اوه بقدر اعطيه للحداد. نايس.
ابصر شو هذا اللي بيعطيني البرق. رجعنا كمان مره مع هذولا وفي سم اشي تحت كمان مره. وات اوريدي بوس وات ذا هيل بوس من هسه. مرحبا. اوكي هذا شيء مش منيح. اوه نايس نايس دمجها مرتب برضه. نايس نايس وصلت الباس. وصلت الباس. تمزح تخوف. صرت عند الباس. هسه غلبت بوينت. ام دان ام دان. ولبت كنا اجرب اواجهها. بارك يس. اوكي بس البارك مفيد. هذا هو السؤال. طلع قد ايه بضعف السلاح. البارك مش اقوى بالمرة. الفاير احسن بكثير. طلعش لازم يصير في عندي تطوير. الفيث. اوه شيت لا لا لا. ايه فيث. بس لو تخليها بس على الفاير. بدك بس تطور دكستيريتي وسترينث. هذول الاشياء انا مطورهم اصلا. بس بيعتمد على الدكستيريتي اكثر. في شي بيعتمد على السترينث اكثر. هيفي جيم. بيعتمد على السترينث اكثر. هاي بتنقص 18. يا اتوقع هاي. بس الفاير عشان بدي الفاير افكت فاهمين علي. بس كل شيء ثاني بينقص. ما بعرف ما بعرف. خلونا نروح نجرب نقتل الباس. الو ري ري ريتش جريش ريتش راتش راتش راتش. هذا اسمك. نايس ضربتها اسرع من ال. هاي دودة. اوكي مقطع الجاي. هيك وصلنا لنهاية هذا المقطع. ان شاء الله المقطع يكون عجبكم. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم كثير على دعمكم. ان شاء الله المقطع يكون عجبكم. ان شاء الله تستمروا في دعمي في باقي السلسلة وجميع القناة يعني عشان اوصل 100,000 مشترك هاي السنة. شكرا لكم المقطع. حطوا لايك وشير وسبسكرايب. حطوا لي تعليق بحب اقرا كل تعليقاتكم. وبس هذا هو كان معكم ايوبا. السلام عليكم.